اسمي ولا نطاح. اهلا وسهلا بكم متابعينا الافاضل اينما كنتم، كيفما عودناكم على متابعه ديال عمليه الهدم داخل عمل السكرات تمارا. اليوم كنتواجدوا في دوار ولاد نطاح الغربيه. العمليه اللي غادي نقلوا لكم الان وهي العمليه ديال القياس ديال الاراضي ديال جيش الودايه اللي غادي تشملهم، ثم كذلك العمليه ديال الهدم من اجل ان شاء الله يعني ضمان حقهم في الاستفاده. كما كتشوفوا معنا فهنا فريق ديال الطوبوغرافيين يعني كيتواجدوا بهذا المكان هذا من اجل القياس ديال بعض المنازل اللي غادي تشملها العمليه ديال الهدم. كيف كتشوفوا معنا متابعينا الافاضل، فعملية الهدم فهي لازالت مستمرة بالجوار بحضور القاعدة بهية قاعدة الملحقة السادسة بمدينة تمارا. كنشوفو معنا متابعينا الافاضل عملية الهدم راها كتتم من هاد الجهة. الناس ديال الجيشيين راه هاد الصباح هذا بدات العملية ديال الهدم في البويوج ديالو، كذلك كاين الفريق ديال الطوبوغرافيين حتى هما حاضرين في المكان من اجل تتبع قياس الاراضي ولا البيوت قبل العمليه ديال الهدم ديالها. حنا الان غادي نحاولوا نقربوا لعندهم باش تشوفوا العمليه كيفاش كتتم ديال القياس. للذكر فانه يعني شحال هادي اللي كانوا كيعرفوا الساكن ان عمليه القياس كانت كتقام غير بالمترو، يعني بطريقه يعني طريقه عاديه طريقه المترو عبر. دابا الان كاين الات اللي كتستعمل للقياس، وكيف ما كتشوفوا معنا متابعينا فريق الطوبوغرافيين يعني الطابلين ديالهم بهاد الالات يعني مقسمين على جوج، ياخذوا لي بوين ديال هاد الارض هادي تياخذوا لي بوين ديال الارض باش يعبروها كامله باش مواليها ما يتعرضوش لشي. الحمد لله ان العمليه كتسير بشفافيه تامه بدون اي مشاكل. كاين جوج فرق ديال الطوبوغرافيين راهما تيعبروا الان يعني وكيسجلوا داكشي في السيستم باش حتى الاداره ملي غتجي تعوض هاد الناس تكون عارفه يعني الناس المساحه اللي عندهم بالضبط مضبوطه بدون يعني اخطاء، فباش ان العمليه تسير بهاد الشكل هذا فاكيد ان هناك شفافيه كبيره وان هناك حرص كبير من طرف المسؤولين على ان الناس ديال جيش الودايا ما يطراش لهم مشكل في هذا الشيء او لا انهم يمشي لهم حقهم بمجرد الخطا. فهنا كنقولوا لا مجال للخطا لان العمليه يعني كيسهروا عليها ناس اخصائيين مجال الطوبوغرافيا وبحضور القائدة بهية ورفقة رجال قوة مساعدة والأعوان السلطة هما كذلك اللي عندهم الملفات ومتبعين الملفات ديال جيش الودايا منذ البداية. متابعينا الأوفياء للتذكير فقط بالنسبة للمتابعين الجدد، ف عملة الصخيرة تمارا كتعرف واحد الحركية كبيرة ديال عمليات الهدم ومحاربة العشوائية، لأن المدينة الآن وعملة الصخيرة تمارا كلها يعني كتعرف واحد التطور إن شاء الله جاية مشاريع كبرى اللي غتستافد منها السكنة ديال مدينة تمارا. البلاد كتبقى حقك اخي، راه كتعبر البلاد ديالكم. اللي تذكر فقط واحد الشاب هنا قال بلي حنا ولاد البلاد واش الارض ديالنا غتمشي؟ لا بطبيعه الحال هاد الهضره ما يمكنش تكون في هاد العهد هذا، خصوصا السيد الوالي كياكد دائما على انه الناس تاخذ حقها بدون حيف بدون اي حاجه. والحمد لله العمليه راه منذ البدايه ديالها وهي كتسير على واحد النهج. الناس ديال جيش الودايا عندهم نواب ديالهم اللي كيمثلوهم. الا كانوا المشاكل في هاد اللوائح هادو فراه كاين اجراءات كثيره ممكن ان هاد اجراءات ديال الطعون اجراءات ديال الشكايات، يعني كاين بزاف ديال الامور ممكن ان الناس يديروها. ف
فالسلطات يعني ماشي خدات هي الاجراءات، خدات يعني المسؤوليه باش انها هي اللي تختار ولا ما تختارش. فراهم عينوا واحد اللجنه مؤخرا بتعليمات السيد الوالي، لجنه اللي نواب اللي كينوبوا على هاد الناس هادو، على هاد الساكن هادو، وهما اللي خداو المسؤوليه على عاتقهم على انهم يسجلوا الناس اللي غادي يستافدوا من هاد العمليه هادي. والعمليه انتم كتشوفوا متابعينا الاوفياء، راه تبارك الله، راه انتم شوفوا معنا الحصاد ديال هاد العمليه هادي، فراه مشاو المئات ديال السكان من هاد المكان هذا. الان المنازل اللي تتهدم الان هي منازل جيش الوداية، الناس الجيشيين. الله، صراحة الشمس قاصحة شوية في هذا المكان هذا، ولكن ضروري من التضحيات باش انا ننقل لكم الاحداث وما يقع باقليم عمل تسكرات تمارة. كنحاولوا اننا ما امكن نغطيو جميع الجماعات اللي كنقدروا عليها. فالعملية كلها كيف ما كتمشي هنايا فهي كتمشي في سائر الربوع، يعني العمالة كاين المنزه، جماعة الصباح، الصخيرات، الصخيرات ربما راه سجلوا زيرو بالراكة، تمارا كذلك سجلات صفر بالراكة، يعني السكن الصفيحي كنهضرو على البراكة كنقولو السكن الصفيحي. أما هذا السكن هذا الآن اللي كيتم العملية الهدم ديالو هما السكن خاص بالناس ديال جيش الودايا. حنا الآن يعني كيف ما قلنا لكم لأنه تمارا كتعيش واحد الحملة كبيرة ديال محاربة السكن العشوائي والسكن غير لائق. فمن مورا هذا العملية هذه غادي تجي عملية ديال البناء وإعطاء انطلاقة لواحد المجموعة من المشاريع. شفنا دوار أهل الحارس بعد العملية ديال الهدم ديالو، فراه كيتبنى فيها واحد السوق نموذجي معتبر، لقاح استحسان كبير من طرف الساكنة ديال المدينة، وكذلك واحد المجموعة من الطرقات اللي تفتحات ونفسات المدينة. يعني كانت المدينة خانقة، يعني كانت السيارات يعني كيكون الزحام في الوقيته ديال الخروج من العمل، وهذا دابا الحمد لله ولا واحد الطرقات اللي تفتحوا ونفسوا شويه المدينه. يعني شارع محمد الخامس راه شارع مهم في المدينه، راه ملي تفتح يعني الجزء الاخر ديالو، فالحمد لله راه الناس يعني حسات بلي انه تنفسوا شويه الطرقات. هذا غير شارع واحد، فما بالك الا تفتحوا الشوارع الاخرين. دونك جايه مشاريع اخرى كبرى، اسواق نموذجيه، جايين مساحات خضراء، ربما ملاعب القرب. سيد الوالي يعني كيركز على هذه العمليه ديال انه يوفر للساكنه المتنفسات. حنا الحمد لله دابا كنشوفوا ان العمليه ديال التزفيت ديال الطرقات كتجي من مباشره من بعد منها العمليه ديال وضع سميتو الغازو. وكنشوفوا الناس الان يعني غير شويه ديال الغازو اللي تيكون وكيخرجوا ليه مع وليداتهم. شوفوا ما تشوفوا معنا. فصراحة تحية كذلك السيد الباشا الهردي كذلك اللي هو كيشرف على هذه العملية هذه منذ البداية ديالها. نشوفوا كيف تشوفوا معنا بعد البداية حتى هما راه غادي تشملهم العملية ديال الهدم، فتيكونوا عبارة عن كوريات، كيكونوا عبارة عن مازال المساكين. هذه احد المنازل ديال احد الجيشيين، حتى هي كذلك غادي تشملها العمليه ديال الهدم. هانتوما كتشوفوا معنا هذه بنايه كبيره، حتى هي غادي تشملها العمليه ديال الهدم. فاغلبيه ديال الناس الان كتجمع حوايجها باش انها يعني تخلي العمليه ديال عمليه الهدم باش انها تسير في الطريق ديالها. كاين مشاكل صراحه في في في, في اللوائح اللي تم الادراج ديالها مؤخرا. كاين ناس اللي طعنوا دي زعما قالوا بلي انهم يعني تقصاو تماما ديك اللائحه، ولكن هذا راه تيكون يعني المسؤول الاول عليه هو الناس اللي كينوبوا على هاد الناس هادو، الناس اللي تم التعيين ديالهم، وهما اللي كيختاروا يعني المستفيد، شكون المستفيد وشكون اللي ما غايستافدش. دونك راه كيف ما قلنا بلي انه كاين اجراءات موازيه اللي يقدر الانسان يديرهم بلا ما يوقع في مشاكل. كاين شكايات، باب الشكايات الان راه تيتفتح. سمعنا السيده القائده الصباح باهيه لاحد المواطنين تتقول لهم بلي انه باب الشكايات راه مفتوح. دونك من مورا الشكايات ومن كيتعاد النظر في الشكايات فكيجيو يعني تجي المرحله ديال الطعون. ف السيد
والمشرف الأول على هذه العملية هذه فيؤكد ويصطر على أنه الجميع خاصهم ياخذوا حقهم من هذه العملية هذه وما يتقصى حتى شي واحد. بعض النواب حاضرين، السيدة القائدة كذلك حاضرة، أعوان السلطة، رجال القوات المساعدة والتراكس بطبيعة الحال. صافي ديروا معاه كاع التصريح واش هو مع هذه العملية مثلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.